سمعنا ان في عاصفه ثلجيه قويه جدا الحقيقه، بس نطمن يعني ان هي يعني مش في مصر الحمد لله، هي في مدن شرق الولايات المتحده الامريكيه، وعلى راس المدن دي هي احنا بنتكلم عن واشنطن. يمكن العاصفه الثلجيه دي خلت المدن عباره عن لون ابيض بيغطي كل المباني والمؤسسات والمحلات وكل حاجه الحقيقه هناك موجوده في واشنطن او في بعض المدن الامريكيه. ده طبعا اثر على طبيعه الحياه هناك، يعني على المدارس، انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق تسبب بكل اسف في مقتل يعني طفلين علشان يعني سوء الأحوال هناك. فخلونا بس ما نقولش تفاصيل كده، خلينا نسمعها أكتر وأكتر من موقع الحدث من واشنطن مع زميلنا كريم يسري مراسلنا هناك. كريم تحياتي ليك، مشفقة عليك جدا الحقيقة، يعني ربنا يعينك. الدنيا هناك أبيض فأبيض، فورينا يعني قول لنا التفاصيل، أخبارها إيه هناك عندك من واشنطن، اتفضل. مساء الخير عليك يا آية، انت مشاهدينا الكرام. يعني العاصفة انتهت امبارح تقريبا الساعة 4 العصر، ولكن اثرها ما زالت موجودة على العاصمة الامريكية واشنطن، خصوصا المدن في ولاية فيرجينيا. ولاية فيرجينيا ملاصقة للعاصمة واشنطن. ولاية فيرجينيا مئات المواطنين باتوا امبارح على الطريق الرئيسي اللي بيربط بين الولايات الشرقية، والسبب هو عدد كبير من حوادث النقل الثقيل واللي تسبب في إغلاق الطريق لأكثر من 12 ساعة، بل أكثر من كده، وصل لحوالي 19 ساعة حتى الآن. الطائرات الهليكوبتر الخاصة بالقنوات الأمريكية زي CNN وفوكس نيوز ما زالت بتحوم فوق الطريق الذي يدعى I-95، والطريق ده بيربط الولايات الشرقية، ومن أهم الطرق اللي بيستخدمها المواطنون الأمريكيون للذهاب لأعمالهم والعودة مرة أخرى للمدن الخاصة بهم. إن عدد كبير من المواطنين بيعمل في واشنطن وبيعود مرة أخرى للمدن في فيرجينيا. يعني دي كانت واحدة من المعاناة، معاناة أخرى متعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من المدن في شمال ولاية فيرجينيا. حوالي 500 ألف بيت في ولاية فيرجينيا انقطعت عنهم الكهرباء، وحاولت الولاية بسلطاتها وبأجهزتها إعادة تيار الكهرباء مرة أخرى على مدار صباح اليوم. هناك ثلاث قتلى حقيقة في ولاية ماريلاند، وهي ولاية ملاصقة لواشنطن من الجانب الآخر. السبب الرئيسي هي حادثة عربية بسبب الثلج، يعني حادثة عربية متعلقة بعربية دفع رباعي، في عربية أخرى كان فيها مواطنين، في عربية أخرى كاسحة للقلوب تسببت في وفاة ثلاثة. حط ايضا عن اتلانتا، الرياح وصلت فيها لسرعه 60 كيلو متر وتسبب في سقوط عدد من الاشجار، وده تسبب في وفاه طفلين. على مدار امبارح وصباح اليوم بتحاول السلطات، ان كانت الشرطه في العاصمه او ولايه فيرجينيا او ولايه ميريلاند او كان الاجهزه، ازاله الثلوج ونشر حبيبات الملح على اسطح الطرق لتخشين اسطح الطرق حتى يعني تقلل من نسبه الحوادث، ولكن عدد كبير من المواطنين فضلوا البقاء في المنازل وعدم الذهاب لاعمالهم، خاصه مع استمرار اغلاق المدارس والمكاتب الفيدراليه لليوم الثاني على التوالي. كان المفروض يا امبارح يكون اول ايام عوده الطلاب لمدارسهم بعد اجازه منتصف العام واجازه عيد الميلاد ونهايه عام 2021، ولكن السلطات في ولايه فيرجينيا وفي العاصمه واشنطن يعني قبلها بيوم ذكرت وارسلت خطابات للاهالي بعدم فتح المدارس امس واستمرار الامر للنهارده الثلاثاء، ربما يتم فتحها غدا مع تحسن درجات الحراره. درجات الحراره امبارح كانت حوالي 8 تحت الصفر، النهارده بنتكلم عن درجتين فوق الصفر، وبالتالي يعني الاوضاع افضل شويه، ولكن في عدد من المناطق ما زال في مواطنين محتجزين على الطريق الرئيسي بسبب عدم فتحه، وما زال هناك مواطنين بيعانوا من انقطاع الكهرباء وبالتالي انقطاع التدفئه، لان التدفئه في الولايات المتحده بتعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي، وعدم وجود تيار كهربائي بيعني انقطاع التدفئه عن المنازل، وبالتالي يعني سلسله من الاحداث الصعبه بتعيشها الولايات المتحده على مدار الفتره الحاليه، ان كان بسبب العواصف الثلجيه او كان بسبب ارتفاعات كبيره جدا في اصابات بكوفيد 19 وتحديدا متحور الاوميكرون. يعني شلل الحياه اللي انت اشرت ليه يا كريم دلوقتي، ربما يعني خليني اقول لك يعني او اسال،
طب الأرصاد الجوية هناك متوقعة إيه؟ يعني هل العاصفة دي خلاص انتهت ولا ممكن تيجي تاني؟ أو هتروح فين مثلا في مكان تاني في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إيه تحذيراتها هناك وتعامل الأمريكان هناك معاها إزاي؟ أو المواطنين أو السكان بشكل عام في أمريكا إزاي بيتعاملوا مع يعني الطوارئ الجوية دي؟ خبراء الأرصاد تحدثوا أن العاصفة انتهت من وجودها في العاصمة واشنطن في ولاية فيرجينيا ومتوجهة لولاية نيوجيرسي وولاية تقع بجانب ولاية نيويورك وهتأثر بشكل كبير على جنوب نيوجيرسي ومش هتبقى يعني كبيرة جدا زي ما حصل في واشنطن وفيرجينيا. كان ارتفاع الثلوج على الأرض وصل لحوالي 30 سنتيمتر، ولكن في جنوب نيوجيرسي ربما يصل الأمر لارتفاع 10 سنتيمتر على الأرض بالنسبة لتساقط الثلوج. المواطن الأمريكي بيتعامل مع العواصف بالتأكيد يعني ببعض التحضيرات متعلقة بالاستماع لنشرات الأخبار ومعرفة التعليمات ومعرفة تعليمات حاكم الولاية أو عمدة المدينة بالبقاء في المنزل أو الخروج من أو ضرورة الخروج من المنزل. ولكن العواصف بالتأكيد بيكون لها نتائج كارثية زي ما ذكرت، عدد من القتلى، عدد من الآثار السلبية المتعلقة بتحطم عدد من المنازل بسبب سرعة الرياح، وبالتالي بتستدعي زي ما حصل في ولاية كولورادو على مدار يعني من حوالي 4 أيام. ولاية كولورادو كان فيها حرائق غابات كبيرة جدا وانتهت بعاصفة ثلجية، أي نعم هي قضت على حرائق الغابات لكنها تسببت في شلل تام للحياة وتدمير عدد كبير جدا من المنازل في ولاية كولورادو. وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن ولاية كولورادو بها يعني منطقة كوارث لإرسال غاثة فيدرالية ليها ومحاولة تعويض المواطنين عن منازلهم اللي اتدمرت. بالتالي حتى لو في تحضيرات وفي تجهيزات لعدد كبير مواطنين، ولكن مع الأسف بيبقى هناك ضحايا لهذا الطقس السيء في الولايات المتحدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم يسري مراسلنا في واشنطن الحقيقة، وبشكرك يا كريم أكتر وأكتر إن أنت يعني اديتنا الرسالة دي في عز التلج زي ما احنا بنقول، وده مش مجرد وصف، ده حقيقة زي ما احنا شايفينها في الصورة. فبشكرك يا كريم شكرا جزيلا على تعبك واجتهادك.